Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Désolé pour mon absence. Inch'Allah, on va essayer de lire les 10 dernières sourates du Coran, Inch'Allah, et faire la doua de la clôture. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما ألزم وأرجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف أنبيائه وأفضل رسله الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الوباء يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا حسن الختام يا رب العالمين اللهم أعد علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيمة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الجنان اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رب العالمين.